الكوره ده تدي لعبها تدي وحش قوي، واتلعبت الكوره وتخبط وتخبط وتخبط، ولو وقع كان خد ضربه جزاء هيبص بره بقى، وهدف جميل 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 من مهاب سعيد. مهاب سعيد وهدف جميل، هدفه الثالث السنه دي مهاب سعيد، وعلى الريق كده على الريق، قال يعني بعد ست دقائق كدهوت على طول. بصوا مهاب سعيد، مهاب سعيد هو لعيب كويس قوي مهاب، بصوا يلعبها على طول بالعرض، انما يخش مهاب سعيد بدماغه عشان يحط هدف جميل جدا. هنا هنا اللقطه الجميله جدا جدا من الكره اللي اتقطعت، وادي مهاب مستنيها على طول، وحاجه جميله جدا 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 ان بعد ست دقائق مهاب سعيد يحط هدف التقدم. مهاب سعيد يحط هدف التقدم لعبد الله، البلاط تتقطع وبيعتمدوا على الكرات، وادي مش اوفسايد، جاي حلو قوي قوي. الجول الثاني، الجول الثاني والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني حسام عرفات فيها فكره حلوه 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 حلوه، وخط ظهر الاسيوطي وحش 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 وحش، وحماده صدقي وفكري يعني بقهم ما شاء الله، وبيسلموا على بعض ولهم حق في اول 12 دقيقه يبقى 2-0. بص القطعه حسام عرفات، حسام عرفات ولعبها حلو قوي، حسام عرفات والهدف الثاني بعد 12 دقيقه، وتصبح النتيجه 2-0. هل هنشوف مهرجان اهداف؟ اذا تنبؤنا في البدايه ان الاسيوطي هيلعب مباراه العمر، هو يلعب مباراه العمر بس على العكس، انما اعتقد ان الخط الظهر بتاع الاسيوطي ما هوش حمل الدوري الممتاز، وخط هجوم بيحاولوا ان هم يخترقوا ولكن مش قادرين، عنده خط ظهر دعبان جدا زي ما حضراتكم شايفين. وادي الهدف الثالث لحسام عرفات، ولسه بقول لكم عندهم خط ظهر ساذج، فبالتالي حسام عرفات يحط الهدف الثالث والهدف الثاني ليه في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، يتقدم الوادي دجله بثلاث اهداف. بص حضراتكم دي سذاجه دفاعيه، يبقى كده عرفنا الاسيوطي. اذا انا ما بلومش اللعيبه، انا بلوم المدير الفني ازاي ما يقدرش ان هو يعالج نقطه ضعفه اللي هي خط ظهره. هو عنده خط وسط كويس وعنده محاولات هجوميه كويسه، ولكن عنده خط ظهر ضعيف. ازاي انت يا مستر ستيفن انك انت سايب تيدي وسايب محمود رمضان بالمساحات الفاضيه والبطء الشديد والضعف الشديد؟ مهاب وتخبط وتغير اتجاهها وتروح حلوه قوي ناحيه الشمال، اللي بدا يعمل ازعاج لوادي دجله وكريم. اوه على الهدف، اوه على الهدف، هدف بثلاثه، هدف بثلاثه. كريم منش، كريم منش اهو الراجل راجع اهو، كريم منش عمل جون حلو 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 حلو، كريم منش اهو عدى المنش فعلا في الدقيقه 10. بص حضراتكم عاملها حلوه 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 حلوه، انما كان عم هيثم محمد مش مدي اخوانا يعني وفاهم ان مش هتجي له كوره حلوه لولبيه جميله جميله، انما هيثم كان نايم. 3-1 3-1 3-1، واصبح الاسيوطي دلوقتي عنده 10 تجوان، اكتر من فرق فوقيه بكتير.